اهلا بكم اهلا بكم ونشرة اخبار كورونا آه نبدا آه نشرتنا اليوم من مصر حيث آه صرح الرئيس عبد الفتاح السيسي في اتصال هاتفي بعمر اديب ان الشريحه الاولى المستهدفه لتطعيم المصريين هي 35 مليون مواطن كمرحله اولى طمئن خلالها المصريين ان الجميع سيحظى بتطعيم ان شاء الله باذن الله مختار ومنتقى بعد يعني سلسله من الاختيارات واحنا عارفين أنه العقار الصيني او اللقاح الصيني هو اللي تم اختياره فهي بشره زفها الينا السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي حول عدد الذين سيصيبهم الدور في تطعيم كورونا وهو عدد لا باس به 35 مليون في اول دفعه دي حاجه كويسه جدا 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 الخبر الثاني الحقيقه ايضا في بشره كبيره جدا من معالي الاستاذ الدكتور عوض تاج الدين وزير الصحه الاسبق واستاذي واخي الاكبر الحقيقه اللي انا بعتز بيه جدا 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 زف لينا بشرى النهارده جميله جدا ربما هي اجابه عن تساؤل الكثيرون يطرحونه وهو ماذا سيحدث للذين تعافوا من كورونا؟ الحقيقه انه الوزير عوض تاج الدين مستشار السيد الرئيس الفتاح السيسي رئيس الجمهوريه مستشاره الصحي والطبي لملف كورونا فاجأ الجميع النهارده بخبر جميل جدا ان اغلب المتعافين من كورونا لا تظهر لديهم اي اثار جانبيه والحقيقة أن الملف ده كان مسار تساؤلات كثيرة في الآونة الأخيرة ذلك أن البعض طرح ملف مهم جدا وهو متلازمة ما بعد الشفاء من كورونا هتعمل ايه كورونا فينا بعد ما اصابت البعض هل هيحصل مشاكل كتير لاننا لاننا حديث عهد بكورونا فالحقيقه جاءت الاجابه شافيه جدا وتحمل البشرة السارة للكثير من المواطنين الخبر اللي بعد كده الحقيقة جاي من فاوتي فاك احد اهم اساتذة الامراض المهدية وبيقول حاجة مهمة جدا على فكرة، بيقول انه الادوية اللي بتقلل من تكاثر فيروس كورونا هتقلل جدا من الطفرات، احنا عارفين انه في طفرات لفيروس كورونا ظهرت في جنوب افريقيا ثم لندن ببريطانيا واكثر من خمس تحورات حدثت للفيروس في الاونه الاخيره فقط. كنت يمكن قبل كده قلت لحضراتكم انه عدد التحورات اللي حصلت في فيروس كورونا تربو وتزيد عن 4000 تحور، تحور يعني الفيروس حصلت فيه طفرة جينية فغير تركيبه خالص وبالتالي التطعيمات اللي معدة قد لا تؤثر فيه مما دعا البعض إلى أنه يختبر هذه التطعيمات وبعضها زي مدرنا لم ينجح ولم يقاوم كثيرا أمام التطورات الجينية أو التحورات التي كانت قد حدثت لهذا الفيروس المستبد المستجد تونس أيضا ربما يعني تنتظر في منتصف فبراير وصول أول شحنة من اللقاحات من منظمه الصحه العالميه في مبادره تسمى الكوفاكس. الكوفاكس هي مبادره منظمه الصحه العالميه لامداد بعض الدول بالتطعيمات وكانت تونس الحقيقه في نص فبراير تلقت خبر انها هيتم ارسال شحنات ليها من التطعيمات وطبعا دي بتبقى يعني مجانا من منظمه الصحه العالميه في المبادره اللي قلنا عليها كوفاكس. اخر خبر الحقيقه بيقول انه في امريكا اكبر معدل لتحور الفيروس او الطفرات اللي في الفيروس لانه العلماء في امريكا درسوا معدل تحور الفيروس لقوا حاجه غريبه جدا لانه بيتحور ويتضاعف هذا التحور كل عشرة ايام يبقى يتضاعف عدد الحالات او عدد نوعيه الفيروس المتحوره الى عشرة مرات وده طبعا حاجه كبيره لانها تحدي جديد يضاف الى التحديات سالفة الذكر أو السابقة التي تواجه ربما العلم والعلماء بكده بنكون وصلنا إلى آخر خبر في أخبار كورونا من مصر وتونس وأمريكا والإمارات يمكن قلنا لكم في أول خبر أن الإمارات الحقيقة هي أول دولة ربما في العالم تقترب من تطعيم 75% من مواطنيها باللقاحات تاني الخبر ده يعني خبر جديد أن الإمارات هي أول دولة في العالم تصل إلى 75% نسبة تطعيمها لمواطنيها بين كل دول العالم سابقة ربما أمريكا والولايات المتحدة هل ده له علاقة بأنه عدد السكان أقل فبالتالي هم قدروا أنهم يطعموا 75% لكن هو خبر يعني يسعد الكثير من العرب وان شاء الله باذن الله جاء الخبر اللي يمكن رد على هذا من معالي سياده رئيس الجمهوريه السيد عبد الفتاح السيسي في الجمله اللي قالها لعمر اديب في اتصال هاتفي انه 30 مليون مواطن هم الدفعه الاولى اللي هيتم تطعيمها انا بعيد الخبر مره اخرى لانه بيحمل بشره ساره لكل المصريين بكده نكون وصلنا إلى آخر خبر في نشرة أخبار كورونا انتظرونا بإذن الله تعالى في ملفات أخرى وأخبار أخرى متجددة دائما من أخبار كورونا هنكمل بعد كده أعزائي المشاهدين بعد ما قلنا الفقرة الأولى في برنامج تواصل اللي بفكركم تاني هو برنامج يمد يد العون لكل محتاج كل محتاج أي مساعدة طبية ارفع السماعة واتصل بي على الأرقام الموجودة على الهاتف ابعت التحاليل على الواتس صحيح في حالات هتفلت مننا وما أقدرش يعني نرد على كل التساؤلات لكن يكفي اننا نحاول دائما ولا نرد عن عمد اي حاجه. معايا اتصال هاتفي دلوقتي مع رجل من الرجال الحقيقه المحترمين جدا في مصر قامه كبيره جدا كان شرفني قبل كده في احدى القنوات الفضائيه ان انا اجريت معاه حوار مطول جدا وهو وزير للصحه وكان لسه وزير للصحه. يعني كان لسه حديث عهد بتولي حقيبة وزارة الصحة هو الأستاذ الدكتور أشرف حاتم معالي وزير الصحة والسكان الأسبق ورئيس لجنة الصحة في مجلس الشعب واللي الناس كلها دلوقتي شهدت في فترة رئاسته للجنة الصحة بمجلس الشعب زخما ونشاطا غير مسبوق يثبت أن هذا الرجل على رأس وسدت لجنة الصحة في مجلس الشعب كان اختيارا موفقا استاذ الدكتور اشرف حاتم اهلا بيك الو اهلا وسهلا معالي الوزير الاستاذ الدكتور اشرف حاتم يا ترى كنت سامعني حضرتك اه سامعك يا دكتور سيدي ربنا يخلي حضرتك يعني انا عايز رد من حضرتك يعني هذا النشاط والزخم اللي الناس يمكن لم تعتاده قبل ذلك يمكن كانت لجنه الصحه يعني خافته الصوت مش عايز اقول ليس لها صوت ولكن خافته الصوت فحضرتك بسم الله ما شاء الله بخدومك ربما لانك وزير سابق وزير صحه سابق وكان في عهدك الكثير من الانجازات يعني كيف ترى المستقبل في ظل اداء رائع من لجنه الصحه بمجلس الشعب لم نعهده سابقا الا في عهدك يعني اهلا وسهلا تفضل لجنه الصحه بتكمل تم عمل سابقه في الفصل معنا ومعانا خبراء من الصحه كانوا موجودين في اللجنه السابقه بيكملوا معانا في اللجنه الحاليه. نعم. فهي زخم زخم عام. نعم. في مجلس مجلس النواب. نعم. لجنه الصحه بتمثل مجلس النواب ككل. نعم. و دور لجنه الصحه زي ما حضرتك عارف هو مسلك الحكومه ومراقبه الحكومه ثم تقويم اداء الحكومه. نعم. في ملفات الصحه عامه كل ملف من ملفات الصحه واللي حتى يعني تتحقق ان الصحه في مصر يبقى فيه خدمه صحيه للمواطن المصري. نعم. ملف التأمين الصحي يا معالي الوزير اللي واحد بيه معالي آآ سياده رئيس الجمهوريه السيد عبد الفتاح السيسي واللي كان حلم المصريين كلهم كيف ترى خطوات تطبيقه وهل يمكن فعلا قريبا ان يرى النور بنفس الحلم والكفاءه والاداء لان المصريين كما قال الرئيس عبد الفتاح السيسي يستحقون افضل خدمه صحيه يعني كيف ترى هذا الحلم الحلم المشروع تمام احنا برضه في ملف التأمين الصحي عندنا حاجتين مهمين جدا. نمرة واحد هو تقييم تجربة التأمين الصحي في المرحلة صحيح. الأولى في مدينة بورسعيد في مدينة بورسعيد. صحيح. آآ ثم تقييم أو استعداد محافظات المرحلة, المرحلة الثانية اللي هي من نقصد وخمس محافظات الأخرى كده إن شاء الله في أول مارس. تمام. <applause> 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 والحاجه الثالثه المهمه جدا اللي احنا مصرين عليها هو هو تقييم الخدمات الاخرى اللي بتقدمها الهيئه العامه للتامين الصحي 58 مليون مواطن اللي لسه مشتركين في الصحي الشامل اللي لسه هيبقوا في مراحله المتقدمه بعد كده تمام لعلها المره الاولى اللي يبقى فيه هيئه لمراقبه الاداء الصحي او مراقبه الخدمه الصحيه يعني بدات المنظومه بفصل الخدمه عن التمويل كمبدا يرثى لتقديم جوده صحيه لكن تاكيد والميديكال اشورنس او الجوده بتاعه الخدمه الصحيه في هيئه الان تراقب هذه الجوده يعني ايه راي حضرتك في انه في هيئه تراقب الجوده بتاعه الخدمات الصحيه وادائها في هذا المشروع تمام هو طبعا في ثلاث هيئات للتامين الصحي هي هيئه التمويل وهيئه الرعايه الصحيه وهيئه الجوده والثلاث هيئات دول وظيفه مجلس النواب ان هو يراقب ادائهم ويقيم الاداء ويقوم الاداء لو في اي حاجه محتاجه تقويه ان شاء الله. نعم اخر حاجه بقول معالي الوزير آه الاستاذ دكتور اشرف حاتم وزير الصحه الاسبق ورئيس لجنه الصحه بمجلس الشعب ولسه بحلم بيوم يقول بحلم بايه؟ والله بحلم ان كل مواطن في مصر يقدر ياخد الخدمه الصحيه من غير واسطه ويقدر أنه لما يكون محتاج الخدمه الصحيه يلاقيها قدامه في اقرب مركز صحي واقرب مستشفى لبيته. يعني أنا أنا بشكر حضرتك جدا معالي الوزير الأستاذ الدكتور أشرف حاتم وحضرتك بتسري أي مكان موجود فيه من أول حتى ما كنت رئيس لمجلس إدارة مستشفيات جامعة القاهرة ثم يعني تدرجت في المناصب لحد الوزير ثم الآن رئيس لجنة الصحة أنا بشكرك جدا جدا على هذه المداخلة الطيبة المثمرة يعني الله يخليك شكرا, شكراً, شكراً. أستاذي الغالي شكرا سمعنا الحقيقة إلى حد مهم جدا هو الأستاذ دكتور آه آه زي ما قلت لكم آه يعني الدكتور اشرف حاتم على فكره من كبار اساتذه الصدريه في مصر يعني ومن الصدفه ربما انه الاستاذ الدكتور عوض تاج الدين ايضا كان من اساتذه الامراض الصدريه في مصر برضو وكان وزير صحه وهو مستشار الرئيس السيسي لشؤون كورونا فاقصد انه المصريين بسم الله ما شاء الله بيشرفونا في كل مجال وفي كل آه آه حدث آه وفي كل موقع هم موجودين فيه فانا اريد دائما ان اثبت او اعرض حتى هذه وجهه النظر المتواضعه انه المصري لما يتحط في مكان محترم بيؤدي اداء محترما. طيب بفكركم تاني انا في انتظار اتصالاتكم الهاتفيه على الارقام الموجوده على الشاشه اي استفسار حول الجهاز الهضمي والكبد حول السكر. النهارده جايب لكم الحقيقه شويه معلومات مهمه جدا عن السكر وبعدها طبعا بعد الفصل هنكمل ان شاء الله كثير من الموضوعات لا تدير المؤشر عن قناة الصحة والجمال برنامج تواصل فما زال في جعبتنا الكثير هو جسر للتواصل بيننا وبينكم فاصل ونواصل اوعى تفرط لحظه في حلمك حتى ولو بجناح مكسور حلمك ابنك اكسر سجنك اوعى يفرق بينكم سور مهما تزيد حواليك الضلمة بكرة اكيد في نقطة نور اصلا انا راجل صعيدي بصنع التاريخ بايدي حب مصر بيملى قلبي حبها بيجرف وريدي عمري ما وطيت لامريكا ويهودي حضر بنا ايدي في ارضي لجل يحصدها وليدي قولي يا دنيا وعيدي اشربي من نيل تجلنا شم في ريحه جدودي اصلنا راجل صعيدي قلب الصعيد ابيض ما تلونوش بالدم الورد لونه جميل ما تشيلوش الهم هو الصعيدي كده يفدي اخوه بالدم محلها في لغوتي وكلمه يا ولد العم هذه كلماتي ورجعنا لكم بعد الفاصل نكمل ونواصل رجعنا لكم بعد الفاصل نكمل ونواصل وننتظر اتصالاتكم الهاتفيه، اي حد عنده اي خدمه طبيه احنا معاكم ايدينا في ايديكم، ابعتوا على رقم موجود على الشاشه دلوقتي او على الرقم آه 0114 114 أربعة تلات ستات اتنين او الارقام الموجوده على الشاشه، ده رقم الواتس بتاع البرنامج او الرقم الخاص بي انا، الرقم الموجود على الشاشه الان بصوا عليه حضراتكم دلوقتي، الموجود على الشاشه قدامكم، مجرد ما تبعتوا حضراتكم اي تحليل انا برد على طول ودائما اطلب الاعتذار لو بعض الحاجات اتبعتت وسقطت سهوا لكن يظل الدافع حوالين الرد عليكم هو الاساس في تعاملنا اي حد عايز عمليه جراحيه مش عارف يعملها اي حد عايز يكشف عند دكتور هنحاول نساعده اي حد عايز يحجز عند دكتور مجانا هنساعده كل ما نستطيع ان نقدمه لكم من خدمات واستشارات طبية تظل فقر التواصل وكأنها طبيب في بيتك أخ في بيتك اسمه الدكتور حسين الشورى اللي هو العبد لله اللي بيكلمكم في خدمتكم أخوكم الصغير أي خدمة هتطلبوها سأحاول وأسعى جاهدا أن أنا أقدمها لحضراتكم النهاردة الحقيقة هنتكلم عن بعض النصائح لمريض السكر وبعض الحاجات اللي بنخاف عليكم منها أهم نصيحة بنقولها النهاردة إزاي أأمن شر الكلور حضراتكم ساعات تفتحوا الحنفية فتلاقوا في كلور زايد في المية والحقيقة ان الكلور مهم لتطهير المية لكن لو زاد الكلور عن حده بيتقلب لضده ويصبح مادة يعني تحمل الكثير من المخاطر لا اقول سامة ولكن اقول تحمل كثير من المخاطر وكثير من دول العالم دلوقتي بتطهر المية بالأوزون مش بالكلور طب ماذا نفعل دكتور حسين الشورى انت الان اطلقت صيحة لتحذير ربما هي سيرينا للتحذير من الميه اللي فيها الكلور نعمل ايه واحنا عايزين فعلا الكلور يطهر الميه ربه البيت اللي بتسمعني دلوقتي تغلي الميه وتبردها وتحطها بعد كده اذا كان في التلاجه او اي استخدام اخر غلي الميه ثم تبردها مجرد غلي الميه هيخلي الكلور يتطاير فيبقى النسبه الزياده اللي اصلا في الميه ممكن تضر حضرتك لم تعد تحمل هذا الضرر لك المعلومه التانيه الحقيقه وانا خايف فيها على اولادنا واطفالنا وهي اللانشون وهي الهامبرجر وهي السجق وهي كل اللحوم المصنعة مشكلة كبيرة جدا الحقيقة النهاردة أو صيحة أنا بحاول أكلمكم فيها وهي النيتروز أمينات نيتروز أمينات الحقيقة هي مادة بتضاف إلى اللانشون والهامبرجر والسجق بنسبة 2 على مليون 200 على مليون 200 على مليون لو زادت النسبة دي وطبعا هم بيتحكموش فيها بتعمل مشاكل كتيرة ايه المشاكل دي التسمم التسمم علشان كده لو سمحت اللحوم المصنعة تردد كثيرا قبل ان تدخلها الى بيتك من فضلك من فضلك بلاش الاولاد ياخدوا لانشون بلاش ياخدوا سجق بلاش ياخدوا همبرجر كل اللحوم المصنعة هي قنبلة موقوتة في البيوت قنبلة موقوتة في البيوت وقلنا دلوقتي ان النيتروز امينات مادة بتضف عشان تعمل حاجتين مفترض انها بتطهر اللحوم دي من البكتيريا لكن زيادتها عن 200 على المليون بتؤدي الى تسمم فبدل ما تقي اللحوم دي من المواد اللي بتسبب التسمم هي نفسها بتسبب تسمم كمان بتضيف اللون الاحمر اللي بيعجب حضرتك وانت بتبص على الهامبرجر وعلى السجق وعلى اللانشون وعلى البسطرمه فارجوك كن منتبها لصحتك وصحه اولادك ولعل من الطريف انه من ضحايا اللانشون كان دكتور طبيب في البحيره وراح الممرض يخبط على الباب لقى الدكتور ومراته والاربع عيال مصابين بتسمم وكان الطبيب هو اول ضحايا اللانشون وده كان نشر يعني. طيب تعالوا النهارده نتكلم عن السكر ونقول كيف يختار مريض السكر حذاءه؟ ازاي العيان بتاع السكر يختار الحذاء؟ في شروط بيختارها مريض السكر ل يختار حذاء مناسب لا يعني يكون مع المريض ضد مرض السكر ولا يكون مع مرض السكر ضد المريض واحنا كنا قلنا قبل كده ان المريض السكر لما يقص ضوافره يقصها ازاي كده اهو افقي ما ينزلش خالص راس لتحت وكل واحد بيسمعني دلوقتي لما يقص ضوافره يقصها افقي ما يقصهاش على الجنبين لانها بتعمل ما يسمى بالجروينج نيل او الظفر الغائر لانه بينمو لما تقصه لتحت بينمو في اللحم فيغرس في اللحم اذا جاز التعبير طيب شروط اختيار الغذاء او الغذاء لمريض السكر كنا اتكلمنا عنها قبل كده وقلنا مريض السكر واحنا بنتكلم عن الغذاء فخلونا نقول غذاء وحذاء الغذاء بتاع مرض السكر طبعا زي ما قلنا يقلل النشويات يقلل السكريات يقل الكربوهيدرات عموما ياخد نسبه معينه من البروتين ياخد نسبه من الدهون ولكن لا يسرف في المواد النشوية أو السكرية لأنها الأساس في الإصابة بمرض السكر أو يعني في أن النتائج بتاعة مرض السكر تبقى مش مرضية للطموح ومش مرضية لما نتمناه نحن لمرضانا طيب أول حاجة الحذاء لمرض السكر لازم يبقى واسع ودايما بقولها في الحلقات هيات الحذاء أكبر نمرة اتنين الحقيقة مهمة قوي يبقى مريح مرن لما العيان يضغط على الارض بالحذاء ما... ما... ما, يسببش تعب ولا ضغط ولا اثر على الصوابع وده يبان بالظبط بعد عشر دقائق من لبس الحذاء يعني لما يلبس الحذاء ويخلعه ويبص هل في ضغط هل الحذاء ضغط على الصوابع ولا لا ده بعد عشر دقائق هيكمل جزء من مرض السكر معانا دلوقتي الاستاذ الدكتور سيد الحداد استشاري جراحه طب الفم والاسنان والحقيقه من الناس المحترمه جدا 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 في مجال طب الاسنان استشاري كبير اهلا بيك دكتور سيد شكرا شكرا على المقدمه الحلوه دي يا حسين بيه والله ربنا يخليك دكتور سيد شكرا واحنا شكراً سعداء بسمع صوت سعادتك والله انت والفريق بتاع سعادتك الله يكرمك انا انا سعيد بوجودك النهارده لكن عايزك بس توضح لي النقطه الاولى وهي الحقيقه تاثير السكر على الاسنان في عجاله كده اه لا سعادتك ماشي المشكله طبعا من اكثر الامراض انتشارا السكر وبالتالي من اكثر انتشار مرض السنان من السكر عشان السكر منتشر الاورجن نفسه بتاع السكر ده بياثر على الروابط الاساسيه اللي هي الليجمنت بتاعت السنان تمام. وبالتالي يجي المريض يقول لك السنان بتقع وحده صحيح ريحه البق باد اودر طب لسه متورمه ليه لان الشعيرات الدمويه بتاعت الاسنان الروت نفسه شعيرات دقيقه بياثر فيها اول حاجه السكر بياثر فيها وبالتالي امداد الدم امداد الدم للاسنان والتغذيه بتبقى ضعيف وبالتالي الدم نفسه اللي بيوصل للبول بيبقى ضعيف للفك، وبالتالي الأسر مش بتاع البون أبزومش مش على الليجامنت، السنان يعني بصراحه اخطر امراض وبالتالي لابد من زياره الاخصائي الباطنه او مريض الاسنان بالذات يبقى متداول على طول على الدكتور، عشان الاسنان لو بمجرد ما تفقد خلاص ما فيش تعويض ليها. صح صح صح, صح. صح. طيب ده يخلينا برضو نقل لنقطة ثانية سريعة، كيف يعتني مريض السكر وغير مريض السكر أو غير مرضى السكر بأسنانهم؟ كيف أحصل على أسنان رائعة تؤدي الوظيفة بثبات ودون آلام؟ نصائح واحد اثنين ثلاثة في عجالة، تفضل ساعات أولاً نظافة الأسنان دي أولاً، زيارة الطبيب دي ثانياً مهمة جداً. ثالثاً يعني بمجرد ما يحس المريض بدم في اللسة، لكسيشن في سن آه لاكسيشن يعني خلخله او يعني فيه ويكون يكون في آه. لازم الم... لازم نظافه الاسنان يوميا مره او اثنين او ثلاثه بالظبط طيب فطلت فطلت كمان تظبيط السكر يعني احنا نضيف على يعني على اللي قلته حضرتك وده كله جميل جدا مستوى السكر في الدم ده يكون نورمال تمام لازم يظبط السكر لانه السبب في كل المشاكل اللي تفضل وقالها الاستاذ الدكتور سيد حداد استشاري جراحه الفم والاسنان كانت اصلا مبدأها السكر بالظبط كده تمام أنا بشكرك الأستاذ دكتور سيد الحداد استشاري جراحة الفم والأسنان على هذه المداخلة المثمرة مع واحد إن شاء الله بلقاءات متكررة شكرا جدا أستاذ دكتور سيد الحداد شكرا طيب نرجع تاني نكمل المواصفات القياسية في حذاء مريض السكر ودي مهمة جدا من الحاجات المهمة إنه الكعب بتاع الحذاء بتاع مريض السكر ما يبقاش قاسي لا يبقى طري يعني يبقى إلاستيك يعني تمام من الحاجات المهمه جدا برضو آه ان احنا نلبس جزمه ذات كعب دايما كل مكان كان فيش كعب وده للاتنين طبعا ده افضل يعني ده افضل ومن الحاجات الطريفه اللي عايز اقولها انه السيده الحامل لو في فتره الحمل اكثرت من لبس الحذاء بكعب ده يؤدي الى صعوبه الولاده تخيلوا حضراتكم صعوبه الولاده وممكن تتحول الولاده من ولاده طبيعيه الى ولاده قيصريه طيب عايزين نقول حاجه مهمه جدا لمرضى السكر النهارده الحقيقه آه انه آه كتير جدا من آه الحوامل آه بيفضلوا يقلقوا على ان يقولهم سكر الحمل علشان كده عايزين نقول انه 3% من الحوامل بيظهر عندهم السكر في البول وليه بيظهر السكر في البول لإن وظيفه الكلى بتتاثر بالحمل وتتاثر زيادة الجلوكوز في الدم فبالتالي ما يسمى بالري او اعادة امتصاص الجلوكوز عن طريق الكلى بيتاثر ويقل فيبقى 3% من الحوامل يظهر عندهم ايه؟ بول سكري او ما يسمى بسكر في البول او الجلوكوز في البول. الطبيعي الحقيقة ان الكلى بتمتص 178 من 180 تمام؟ فيبقى في 2 لتر او لتر ونص دول اللي بينزلوا بول. يبقى الكلى بتاخد الدم وتروح رامياه في في البول في 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 حاجه معينه من الكلى وتروح مرجعاه تاني طب ايه اللي ينزل في البول بقى؟ اللي ينزل في البول من واحد ونص الى 2 لتر. الطبيعي ان الجلوكوز ما ينزلش معاهم. لو نزل الـ 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 الجلوكوز معاهم بكميه ما ده بيخلي الدكتور والمريض يقلق على نفسه انه يكون جاله سكر. علشان كده بنقول انه المفروض المفروض انه الكلى بعض الادويه بتشتغل على الكلى انها المفروض الكلى ما تنزلش سكر فيخليها تنزل سكر وده وده حاجه من الحاجات اللي هنشرحها لكم ان شاء الله في حلقات قادمه ازاي ان العلماء استفادوا من انه السكر لما يعلى الكلى تعمل ايه ترشحه ولذلك من الحاجات المهمه اللي يعرفها المرضى ان السكر نفسه مدر للبول ولذلك لما السكر يعلى العين يعمل ايه يدخل الحمام كتير يدخل الحمام كتير لانه دخول الحمام و خروج البول هو وسيلة وآلية من الآليات اللي بيها الجسم بيعمل ايه؟ بيقلل من مستوى السكر في الدم لأن زيادة السكر في الدم بمثابة التسمم بمثابة مشاكل للأعضاء العين تتأثر والشبكية تنزف ما البيضة تحل ما الزرقاء أيضا شغل كتيرة جدا كلمنا دكتور سيد الحداد دلوقتي عن الأسنان وتفضل بشرح تأثير السكر على الأسنان بطريقه كتير طب تعالوا نسمع ام مصطفى من بني سويف ونرجع نكمل تاثير السكر على احضاء الجسم المختلفه ام مصطفى السلام عليكم السلام عليكم دكتور شورى اتفضلي يا فندم تحت امرك كنت كنت عايز اسال حضرتك احنا في يعني احنا في مجال عملنا بتقابلنا ساعات بعض الزملاء بيبقى عندهم سكر وبيحصلها زي غيبوبه سكر كده فانا كست بسيطه مش عارفه ده الغيبوبه اللي هي فيها دي هو سكر مرتفع او سكر منخفض فبعض الزملاء بتقول واحده زميله قالت لي حضرتك اقلب شفه كده اذا الشفه منديه يبقى سكر مرتفع اذا الشفه ناشفه وجافه تبقى سكر منخفض انا في المطلق كده حضرتك تكلم لي والبعض من الساده المشاهدين اللي هم ممكن يقعوا في نفس المشكله دي انا اعرف منين لما اقابل حد عنده كوما واعرف منين اذا ده سكر مرتفع وده سكر منخفض واتصرف ساعتها ازاي اذا السكر مرتفع عندها والحاله او السكر منخفض عندها والحاله أه وأولاً اولا سؤال الحالة. حضرتك جميل جدا لكن اجابته بسيطه جدا. اتفضلي عشان ما تدفعيش كتير هقول أه لحضرتك حالا حالا حالا. انا بشكرك على سؤالك وعلى اتصالك اختنا ام مصطفى من بني سويف. الحقيقه هو مش هنحتاج اللي حضرتك سالتيه اللي هو افرق ازاي بين الاثنين وان كان هقول التفرقه ازاي بين السكر العالي والواطي في ما قبل الغيبوبة أو إحنا داخلين على غيبوبة لكن الأهم بقى أتصرف إزاي وده أهم سؤال بدأت بيه حضرتك الحقيقة أتصرف إزاي أنا بدي سكر حد يقول لي الله إيه يا دكتور حسين ده أنت قلت لها حل سحري بقى ده الحل السحري أيوة هو ده الحل السحري ليه بقى مش أنا مش عارفة أو مش عارف السكر بتاع العيان اللي دخل في غيبوبة ده عالي ولا واطي لأنه ممكن السكر الواطي يدخل في غيبوبة بالذات لو مستوى السكر في الدم قل عن خمسين وانا عندي عيانين بيدخلوا في غيبوبه عندي 60 وسبعين كمان مش عايز اقول لكم وسبعين. بالخبره يعني وبالممارسه وبال... وبعض الحالات في ناس بنسميهم فافي انا حتى سكره عندي 70 ويروح داخل مني في غيبوبه سكره عندي 60 ويدخل في غيبوبه خمسين ويدخل في ايه؟ في غيبوبه طيب بس بالذات خمسين طب اعمل ايه؟ قد سكر هتقول لي الاستاذه ام مصطفى اللي كلمتني دلوقتي من بني سويف الاخت الفاضله طب واللي عالي كده انت بوظته ما الراجل اصلا داخل في غيبوبه عشان سكره عالي انت اديت اللي سكره واطي فهمنا ليه طب اديت اللي سكره عالي ليه الحقيقه يعني في مثل شعبي لطيف جدا يحل المشكله بيقول ضربوا اللعور على عينه فقال خربانه خربانه هي متبقاش خربانه ولا حاجه لكن ما معناه مش هتاثر خالص شويه السكر عند واحد السكر مولع الدنيا عنده لكن هيفرق قوي عند اللي سكره منخفض لانه مجرد ما حاجه مسكره سواء ميه بسكر او جلوكوز او اقراص اسمها الجلوكاجون بتبقى موجوده في في الصيدليات وفي بعض الاماكن بتبقى موجوده ومريض السكر ننصحه انه يبقى معاه حاجه مسكره في جيبه على طول عشان كده نصيحه لكل اللي بيسمعني دلوقتي ولو طلعنا من الحلقه بهذه النصيحه انا هحس ان انا عملت اللي عليا قدام ربنا وقدامكم اي حد داخل في غيبوبه بس انا اتاكد انها غيبوبه سكر لانه ممكن تكون غيبوبه ايه كبد ممكن تكون غيبوبه ايه ستروك بتاعه حاجه في المخ نتيجه انفجار احد الشرايين في المخ ممكن تكون حاجات تانية لكن عموما لو المريض مريض سكر ومعروف انه مريض سكر والغيبوبه يا اما ارتفاع في السكر او انخفاض بدي حاجه مسكره لو انخفاض في السكر ادى لغيبوبه هيقوم زي الاسد في ثانيه يبقى مجرد ما تديله ميه بسكر او عصير مسكر او اي حاجه مسكره بيقوم في ثانيه فيبقى فرقت بين الغيبوبه دي والغيبوبه دي لكن عموما دايما اللي سكره واطي بيحس بعرق شديد عرق شديد ده السكر الواطي بيحس برغبه في الجوع رغبه في الاكل يعني ويشعر بما يسمى بألم الجوع فيبقى العيان يحس انه عرقان مهبط عايز اي اكل نفسه رايحه على اي حاجه مسكره او اكل طبعا بعد كده بتبقى في زغلله في العينين طبعا بعد كده بيبقى في مشكله في الأحصاب طبعا بعد كده بيبقى في مشكله انه خلاص هيدخل مني في ايه في غيبوبه فيسبق الغيبوبه الاتي عرق شديد عشان دي تبقى انخفاض في مستوى الجلوكوز في الدم اثنين زي ما بقول لحضراتكم كده شعور بالجوع فعايز اي حاجه ياكلها مش هيبقى ده سكر زايد خالص هيبقى سكر منخفض ثلاثة زغلله في العينين اربعه الاعصاب بتاعته ضايعه خالص مشاكل في الأحصاب خمسة ودي المهمة انه يبدأ يتدهور بقى ويبقى مش عارف يتكلم يبقى تاني تدهور في الأعصاب تدهور في الكلام نفسه وخلاص بقى راح مني راح مني هيدخل في غيبوبة طيب اه الحقيقة أنا كنت محضر لكم معلومات كتيرة جدا جدا يعني النهاردة أحدها أحدها يعني تأثير السكر على الكلى وليه بدي لمرضى الكلى يعني أحد أدوية الضغط زي الترايتيس مثلا طب ليه بنديه؟ معلومات كتيره كنت محضره لكم النهارده لكن وقت الحلقه يعني يمكن ما اسعفناش اللي عايز اقوله بس معلومه مهمه النهارده انه البيضه البيضه كل يوم فيها خمس احتياج حضرتك من فيتامين الف فيها آه عشر آه احتياج حضرتك من البروتينات المطلوبه عشر احتياج حضرتك من الكربوهيدرات عشر احتياج حضرتك من الدهون والاهم الحقيقه هو خمس احتياج حضرتك من فيتامين د فيتامين د قد ايه مهم جدا جدا احنا كنا قبل كده قلنا لو واحد حس ان الطاقه بتاعه جسمه مش موجوده انا حس ان الموتور قاطع الكهرباء قاطعه مني يعني ايه مني يعني ما فيش طاقه خالص اوصل لحد السرير انهج اتعب احس ان انا يعني مفيش فيش طاقه والام تقول كده دايما دور على فيتامين د دايما دور على فيتامين د وفيتامين د له مستوى في الجسم احنا قلنا اقل من 20 الحاله وحشه من 20 ل 30 مقبوله فوق ال 30 خلاص ما اديش علاج وصلنا لاخر نقطه في الحلقه بقي ان انا اقول لكم انه برنامج تواصل هو الجسر اللي بيربط بينا وبينكم اي حد هيتواصل معايا على اي مركز من مراكزي الدكتور حسين الشوره سواء 84 شارع المنيل او خلف سينما جالاكسي مركز الدكتور حسين الشوره اي رساله اي جواب انا برد عليها على طول او في شارع ال20 في صفط اللبن اخر شارع الـ 20 ناحيه صفت او في الاقصر شارع التلفزيون كل دي مراكز انا في انتظاركم اي حالات غير قادره انا بستقبلها على فكره لله اي حالات مجانيه ما بتاخرش خالص وبحس دايما دايما انه اي حاله بشوفها لله ربنا بيعوض بعشرة غيرها حالات تاني انا باخد عليها اجر علشان كده المركب اللي فيها لله والله لا تقع ابدا ولا تغرق ابدا ابدا ابدا، ثق تماما وطبق ده في عمل حضرتك، اي حاجه بتقدمها لله والله 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 بكسر الهاء ربنا بيعوضك بعشره امثالها ان لم يكن اكثر لانك تتعامل مع مين؟ مع الملك والملك دايما يهب وهبته وقدرته لا حدود لها، امنوا معي اللهم انت ربي لا اله الا انت خلقتني وانا عبدك وانا على عهدك ووعدك ما استطعت، اعوذ بك من شر ما صنعت، ابوء لك بنعمتك علي وابوء بذنبي فاغفر لي فانه لا يغفر الذنوب الا انت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تبسمك في وجه اخيك صدقه يختمون حلقاتهم بكلمات واختمها بابتسامه